هذا وتعد مدينة شباب 2030 الحاضنة الأولى لمواهب الشباب خلال فصل الصيف، حيث تعمل على الكشف عن المواهب الدفينة بداخلهم وتمدهم بالمزيد من الخبرات العملية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل. نعم، مركز الفنون والثقافة في مدينة شباب 2030 يأتي محققا لهذا الهدف. برامج متنوعة فنية تثقيفية وتدريبية تطرحها محطة الفنون والثقافة بمدينة شباب 2030، تحاكي من خلالها شغف المشاركين ليعبروا عن أنفسهم ويكتسبون مهارات متنوعة وخبرات عملية من شأنها أن تفتح لهم آفاقا أرحب وتمكنهم من دخول سوق العمل. احنا سنقدم حزمه متنوعه من البرامج في مجالات الثقافه، فنون المطبخ والتصميم. اغلب هاي البرامج قاعد نقدمها بالتعاون مع مؤسسات محترفه قاعد تشتغل في نفس المجال. فمثلا في قطاع فنون المطبخ متعاونين هالسنه مع شركه ماجي للاغذيه، قاعد نقدم برنامج تدريبي على مدى 3 أسابيع لثلاث مجموعات مختلفه كل اسبوع. احنا هاي المجموعات ناخذ المتميزين منها ونشوف لهم فرص بعد المدينه. كذلك في قطاع التصميم عندنا تعاون ناجح جدا مع مجوهرات الكوهجي للسنه الثالثه على التوالي. قاعدين نقدم برنامج تصميم مجوهرات. المجموعات اللي بيكون شغلها متميز راح يكون فيها تحكيم في مسابقه في مدينه الشباب، والاعمال الفائزه ثلاث الاعمال او التصاميم راح يتم تنفيذها وعرضها في معرض الجواهر العربيه شهر 11 هاي السنه. هاي الدوره حق المبتدئين، فهي تخلي خلينا نقول ان احنا قاعد نسوي شيفس، احنا قاعد نسوي بيتر هوم كوكس اللي هو طباخين في المنزل يكونون يطبخون بشكل افضل، يعرفون الاساسيات، يعرفون الصحه والسلامه في المطبخ، الهايجين، الاشياء اللي لازم تكون موجوده، وشلون يعودون السكين، شلون يقصصون الخضره وهاي الاشياء بطريقه صحيحه. فرص واعدة وخبرات عملية يقدمها مركز الفنون من خلال الشراكات المجتمعية التي أقامتها المدينة بالتعاون مع العديد من المؤسسات التجارية لتكشف عن مواهب دفينة بداخل الطلبة. مدينة الشباب هي الحاضنة المثالية للشاب البحريني الطموح اللي عنده أي رغبة في أنه يصقل مهاراته أو يكتسب مهارات جديدة. على الصعيد الشخصي، مشاركتي في الإقامة الفنية القصيرة اللي تحت مظلة منصة الرواق مو بس عطتني مساحة استوديو ممتازة، ولكن أيضا أحاطتني بمجتمع من الفنانين والمثقفين والشباب البحرينيين اللي من مختلف الاهتمامات ومن مختلف نواحي الحياة. هالبرنامج يفتح أبواب، ومنها أنه يمديني أستخدم المهارات اللي أكتسبها في هالبرنامج أنه أفتح لي بزنس طبخ أو نسويت، لأن هاي يدربنا ويهيئنا حق هالشيء. ما بين الفن والطبخ وصولا إلى التصميم وغيرها من البرامج الحيوية التي تطرحها المدينة للناشئة والشباب لتؤسس جيلا متمكنا ومتميزا وقادرا على الإبداع في مختلف المجالات. مركز الفنون والثقافة في مدينة شباب 2030 يعد وجهة فريدة تجمع بين الإبداع والتعلم والترفيه بما تطرحه للمشاركين من برامج متخصصة تساعدهم على تطوير مواهبهم الفنية والتعبير عن أنفسهم بطرق مبتكرة وملهمة. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.